قال لك حسن حتى الله يرحمه، قال لك ماشي الناس اللي كينتصروا في الحياه، ماشي الناس الاكثر قوه ولا اكثر صعوبه، اللي كينتصروا لا دين لا يستسلمون ابدا. وحنا وبالك قال لك قوات الصحه انتم اقليه، احنا ماشي اقليه ياك سمعتي، ماشي اقليه، اقليه احنا مواطنين ياك سمعتي، واخا يكون غير جوج ناس خاص تسمع لهم. كيفاش دابا اقليه؟ احنا لا راي لنا، احنا زعما لا وجود لنا، كيفاش دابا احنا اقليه؟ وقال لك والله كان من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. شكرا. حيت حنا على الحق غادي نغلبكم ان شاء الله بفضل الله. هو مضى حق وضعه مقابل قبل تحضر ليهم. اوكي. دازم زعما واحد قمع ما شاء الله وصافي والله زعما ما عجبنيش انا الحق الله. اليوم جات من جاو الطلبه مساك من 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 كليه القانون. سيمين علاش ليس كتقمعي؟ وتهضر سيمين علاش كتقمعي؟ وتهضر سيمين انا لا شغب لا والو صراحه انا دابا على حقنا. انا ما عرفتش كيبقى في الحاجه اللي حنا دابا حنا تعطى الله لا باش كاين في التوصل عندك الحق ديال الطالب حقي. حنا متضررين عباد الله معنا وما خرجوا خلينا نتشاوروا معنا. هذا المتضرر يحبسوا على المرافق العموميه على خرج زاك العطر علاش؟ عما سمعوا لنا فاش كاين مع حقوق الانسان مع جمعيه حقوق الانسان فعلاش شكايات؟ غنشوف شكايات المحكمه بان وداروا بلاغ غير بصوا فينا هو كاع ما تصدق عليا في القانون لا والو خرجوا لنا كيتحكموا في مصائر الناس بلاغ فين جبتي هذا الشيء؟ بلاغ غادي يديروا حتى غندوزوا غير بالقانون يعني على الاقل ما كانش ماشي قانونيه هما خرجوا احنا ما يمكنش نسكتوا ما يمكنش نسكتوا لانه وسختوا لي فاك حتى انت لي زون فاي ما يمكنش شتي قاعد تسكت على راسك ما يمكنش انه فوق ما يمكنش واش شي واحد تما كيهضر زعما بكل واقع قال لك واش تحكموا هادشي غير الدوله كتكذب عليكم تا كاينه الثالثه كاينه الرابعه كاينه الخامسه قال لك هاد الفاكس غادي غيعيش معنا وغندوز باقي اللي بيبي تا هما نلقحهم يلاه زيد وسكت فيهم حق الله ماشي اشياء خطيره غادي تجي ماشي ماشي بقات في واحد وجوج بقات في الثالثه بقات في الرابعه بقات في يلاه عمو باش تلا لقاح في عام وتجي تجرب في عباد الله وماتوا الناس ماتوا الناس وما كتشوف كيموتوا الناس والله الله كنديرو كتشوف الناس كيموتوا كتشوف دابا انا مثلا غنمشي ناخذ دابا هو عاد كان غير مثال عاد كيوقع دابا انت مثلا كتمشي عند الطبيب هذيك خرج لها الدواء هذيك خرج لك الدواء هذيك خرج لك الدواء ماشي نفس الميم تخيتمون وعاد لقاح طول المون كي داروا لها ما كاينش لقاح حقوق طول المون ما كاينش هادي يعني شي كيبانو اعراض حيت الملاعه تاعك كتعامل معاها بشكل هذيك كتعامل معاها بشكل دابا انا دوزت لقاح انا نقدر ما يجي ليا والو يقدر يقتلني فهمتي كل واحد كيقول لها انا عاد كيما كتعامل هذاك اللقاح ولكن قلت لك التلقيح في على المدى القصير واللي خاطر هو المدى الطويل وسمعتي قال لك قال لك في علاش دابا هما الفاكس علاش فيه 10 سنين علاش الناس ماشي جاو 10 سنين قال لك عام كيخرجوا الفاكس من 6 حتى 7 سنين كيجربوا فيها لا توكسيسيتي تاع الميديكام عشان التوكسيسيتي يعني الاضرار الخيمي خاصه من 6 حتى 7 سنين قال لك سمعتي عاد كيكون 10 سنين في الفاكس ما كيجي عام دابا عام يلاه هذا الشيء هذا هو القانون تاع الفاكس